نعم، متى سيتم تسليم يعني هذا المركز سيدة الوزيرة؟ مراحل إنجاز المركز ستمر على 3 مراحل. نعم. المرحلة الأولى انطلاقا من 20 أفريل 2024 تاريخ الإمضاء على الصفقة أو العقد بين مع الشريك الصيني. المرحلة الأولى سيتم فيها إنجاز لونفيرونمون دو تيست دو ديفلوبمون اي دو تيست. هذا حيكون نعتبره كلابوغاتوار مخبر اللي حيتم فيه لو ديفلوبمون تطوير كامل الحلول الرقميه مسجله ضمن هذا المشروع قبل وضعها حيز التنفيذ اون برودكسيون. يعني احنا ما نستناوش حتى وين لو داتا سنتر ناسيونال يكون واجد منا على 9 اشهر. دونك حنايا سارعنا في الانطلاقه، دونك بنينا اللابوغاتوار هذا المخبر هو اللي راح يكون فيه التطوير والاختبار لكل حلول راح يكونوا في هذا المركز. ومنا ال9 اشهر اللي راح يكون فيه انطلاقه وضع حيز الخدمه المركز الاول على مستوى المحمديه. دونك في غضون 9 اشهر هذوك الحلول الثاني تيكونوا واجدين، دونك نقدروا ندخلوهم اون تيست ريال اون برودكسيون في المركز. دونك هذه المرحله الثانيه هي وضع المركز الوطني للجزائر الخدمات الرقميه على مستوى المحمديه. والمركز الثاني اللي هو نسخه طبق الاصل تاعو راح تكون في البوليده، في بلديه البوليده. فوالا دونك حيكون بعد 3 اشهر من انجاز المركز الاول. يعني 9 اشهر لانجاز المركز الاول. 9 اشهر لانجاز المركز الاول، عندنا 3 اشهر لانجاز لونفيرونمون دو تيست دو ديفلوبمون دو تيست، و 9 اشهر لانجاز اول مركز، و 12 شهر لانجاز المركز الثاني. وكلها المراحل تنطلق المراحل كلها في وقت واحد، لانه هذه المده الزمنيه باعتبار الإمضاء على العقد راح يكون ذو مواصفات عالمية. يعني مواصفات عالمية، وباعتبار الحجم تاعه والأهداف اللي ننتظروها منه نقدر نقول بلي إنه هو الأول في الجزائر أكيد، وأنه يكون الأول من في المنطقة. طيب سيد.